انتي وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. مفيش حاجة معينة المفروض نمشي عليها. لو انا بحاول اخس او هكون مقلل كمية، هقلل سعرات، احسن نوعية الاكل. بس لو انا بتكلم ان انا عايزة احافظ على وزني او ما تخنش وقت الشتاء، طبعا في نظام نمشي عليه. مش هنحرم نفسنا من اكل معين، بس في نظام امشي عليه. لازم افطر، ما ينفعش انزل من غير فطار، دي اهم حاجه. لاني لو جعت هذا هيفضل طول اليوم باكل وباكل حاجات غلط عشان انا جعان وبردان. نفطر كويس، نفطر وجبه متكامله، نفطر خضار، نفطر معانا نشويات، نوع من انواع البروتين بتاع بيض، فول، جبن، ما فيش مشكله. ناخد دايما معانا واحنا نازلين حاجه سناك ناكلها. طب ما لحقتش بطاطا، حاجة هايلة جدا في الشتاء ومتوفرة كتير، هناخدها از سناك ما فيهاش مشكلة. هنحاول نبعد عن اي حاجة ليها سكر زيادة، يعني اي حاجة فيها سكر مستخبي، كيك بقى، مش عارف، باتيه، كروسان، الحاجات دي نحاول نبعد عنها. ناكل عيش بني احسن، ناكل عيش بلدي احسن. نيجي بقى للغدا، نحاول ناخد وجبة متكاملة. هاكل خضار، لازم اكل خضار. الخضار دي نشويات كويسة، نشويات انا محتاجها، هتشبعني، هتاكلها الياف، هتحسني كل يعني كل وظائف جسمي. الياف بتحسن كل وظائف، اولا بالذات لو انا عندي مشاكل في الهضم او في البطن او كده، الالياف بتحسن كل ده. من احسن حاجات اللي ممكن ناكلها في الخضار في يعني في الشتاء من الخضار، شوربه خضار، شوربه عدس، شوربه بسله. الحاجات دي هتشبعني وهتدفي جسمي، وفي نفس الوقت ما فيهاش سعرات حراريه كتيره وما فيهاش نشويات كتيره، لان ده نوع من انواع الخضار في الاول وفي الاخر. طبعا بس العدس والبسله نوع من البقوليات، بس دي ما فيهاش مشكله. شوربه الخضار احسن حاجه في الدنيا ممكن نعملها. موضوع ان انا بشرتي تجف من ان انا شتاء او صيف، دي لها علاقه طبعا بالتغذيه او بمشكله في الجلد. لو مشكله في الجلد هنعالجها مع حد جلديه، او بس الاول لازم اكون انا بدي جسمي اللي هو محتاجه من كل حاجه. فانا عشان جفاف اول حاجه طبعا ميه. لو بشرب ميه كويس يبقى انا مش هيبقى عندي مشكله في جلدي خالص. لما باكل خضار بكميه كويسه، في حاجه اسمها 5 ا دي، 5 في اليوم. هاكل 5 الوان في اليوم، اخضر، احمر، اسود. دي من احسن يعني، وتتدارك بالوان الخضار. فكل ما ياخد كل لون من الفاكهه او من الخضار، ده فيه فيتامينز معينه. البرتقاني بيتحول في الاخر لفيتامين اي. الاحمر دايما مثلا فلفل احمر من اكتر الحاجات اللي فيها فيتامين سي في الدنيا. ده غير ان هو بيحسن لي البشره، فيتامين سي من احسن حاجه، غير ان هو كمان بيساعدني ان انا اقوي مناعتي شويه للشتاء. فهو دايما ملهاش علاقه شتاء او صيف، ليها علاقه انا بدي جسمي اللي محتاجه، وميه ميه اهم حاجه في الدنيا. وبعد كده بندخل مرحله لو انا عندي مشكله ممكن اروح لحد جلدي. انتي وبس. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انتي وبس.com.